اليوم كنا عند أقرب نقطة من مدينة غزة، التقينا بالناس قالوا من منا لم يموت عبر القصف الإسرائيلي سيموت جوعا، وبالتالي هم الآن يغامرون. الآن قصف إسرائيلي عنيف استمعنا إليه أحمد. نعم سامي، توخى الحيطة والحذر سامي. الآن الناس يأتون من هذه المنطقة، إذا سنرى ما الذي يجري. استهداف إسرائيلي جرى الآن، نحن في محيط مستشفى الكويتي، الآن الغارة في محيط المكان، نرى الدخان، عملية نقل إصابات. إذا هذه الصورة الآن تتبعها أحمد مباشرة، استمعنا على الهواء لغارة إسرائيلية هي على بعد أمطار، حيث نقف من مجمع من مستشفى الكويتي التخصصي في وسط مدينة رفح. نحن الآن نرى إما تصاعد للدخان أو تحرك لسيارات الإسعاف، والمواطنين الآن المواطنين نرى عن بعد يحملون إصابات نقلا على أيديهم. إذن الآن ننقل حصريا على شاشة تي آر تي عربي غارة إسرائيلية تبعناها على الهواء مباشرة وهي في منطقة مأهولة. دعنا أشير أحمد بأننا نحن الآن في وسط مدينة رفح، هذه المدينة مكتظة بمئات آلاف النازحين، هناك 1,400,000 نازح. عدا عن كل ذلك نتكلم بأن إسرائيل من وقت إلى آخر تلوح بعملية عسكرية برية في هذه المدينة، عدا عن كل ذلك هذه المدينة من وقت إلى آخر تتعرض لغارات إسرائيلية. ما يفهم بأن الغارة التي تابعناها قبل أقل من 3 دقائق كانت في المنطقة الغربية من مستشفى الكويت على بعد أقل من 30 متر. رأينا قبل قليل تصاعد للدخان، هناك الآن حركة للمواطنين وسيارات الإسعاف، بما لا شك فيه بعد دقائق معدودة ستصل هنا ربما المواطنين أو السيارات إن كانوا يحملون إصابات، باعتبار أننا الآن نقف عند قسم الطوارئ أو مدخل هذا المشفى. على أي حال كما رصدنا ونرصد الآن هناك غارة إسرائيلية جرت من الطائرات الإسرائيلية في منطقة مأهولة وسط مدينة رفح في أقصى الجنوب.